وقص علينا خبر الأمم العاصية الظالمة وما جرى عليها لنعتبر ولنأخذ حذرنا. وقد سمعتم في الآيات التي تلاها الطالب أصلحه الله في قصة سبأ، ففيها عظة وذكرى، كما قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أعطاهم الله جنتين آية وعبرة تدل على عظيم إنعامه وإحسانه وعظيم قدرته جل وعلا، ولكنهم غيروا وبدلوا. فلما أعرضوا ابتلوا بسيل العرم وضاعت عليهم جنتاهم، وبدلوا بعدها بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء وسر قليل. ثم قال بعدها: ذلك جزيناهم بما كفروا. جازاهم الله بكفرهم وضلالهم وعصيانهم بأن غير عليهم حالهم ونعمهم وشتت شملهم وزقهم بسبب عصيانهم للرسل واستكبارهم عن الحق وكفرانهم النعم. وهن جازي إلى كفور، يعني وهن جازي الجزاء العظيم العاجل والآجل إلى الكفور. أما العاصي فقد يجزى في الدنيا وقد يمهل، ولقد يجزى في الآخرة وقد يعفى عنه لأنه موحد مسلم مؤمن، لكن عنده معاصي فقد يعفى عنه، قد تكون عقوبته أقل. لكن عقوبات الكافرين أبقى وأدوم وأشد وأنكى، نسأل الله العافية، لأنها قد تعجل في الدنيا مع استمرارها في الآخرة في عذاب جهنم، نسأل الله العافية، وقد يملى له، ثم تكون عقوبتهم يوم القيامة أشد وأكبر بسبب كفرهم. ولهذا قال عز وجل: وهل نجازي إلى كفور. قد يجازي غير الكفور سبحانه وتعالى، وقد جاءت الأحاديث دالة على أن بعض العصاة يدخلون النار بمعاصيهم ويعذبون فيها ثم يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص، يخرجون منها إلى نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حبل السقاء، كما جاء في الأخبار المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن جزاءهم دون جزاء الكفار، لأن جزاء الموحد العاصي ينتهي وإن طال في النار، وقد يسمى خلودا كما جاء في القاتل أنه يخلد، وقاتل النفس كذلك، والزاني وقاتل النفس، لكنه خلود مؤقت، خلود له نهاية. أما خلود الكفار فليس له نهاية، بل هو أبد الآباد، نسأل الله العافية، فخلودهم دائم أبدا لا ينتهي. فلهذا قال جل وعلا: وهل نجازي إلى الكفور، يعني جزاء العظيم الذي لا ينتهي بل هو دائم أبدا إنما هو الكفرة الذين كذبوا الله وكذبوا رسوله أو جحدوا دينه أو استهزأوا به إلى غير ذلك من نواقض الإسلام وموجبات الكفر. أما العصاة فدون ذلك، وإن دخلوا النار وإن عذبوا فجزاؤهم دون جزاء الكفار. والشاهد من هذا أن هؤلاء غيروا وبدلوا فعوقبوا في الدنيا غير عقاب الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيوجب لنا أيها الإخوة ويوجب للمسلمين جميعا أن ينتبهوا وأن يحذروا عقوبات المعاصي وعقوبات الكفر بالله عز وجل، وأن قد تعجل في الدنيا قبل الآخرة وقد تؤخر، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فقد تؤخر، وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالعاقل ينتبه ويأخذ الحذر مما أصاب غيره.